أيضا حضور الكريم كل باسمه وصفته مع احتفاظ الألقاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صراحة في هذه اللحظة أتذكر ما قلته في ثانوية إدريس أو الإعدادية في حفل التميز. سعيد بالانتماء لهذه المنطقة لأنني وجدت فيها ما لم أجده في مناطق أخرى، وأنا أشاهد هذه الصور الرائعة في هذا الحفل أتقدم بجزيل الشكر لجمعية بطال للثقافة والرياضة وجمعية التضامن مع المرأة والطفولة. وبالمناسبة بالأمس كنت أؤشر على بعض الشواهد فأثار انتباهي أن رئيس الجمعية الثانية هي امرأة، وأستغل الفرصة لأهنئها وأهنئ جميع نساء المغرب بعيدهم وأقول لهم كل عام وأنتم الأجمل والأروع. شكر كذلك للمساند الرسمي للمؤسسات التعليمية بإزناغ ألا وهو المجلس الجماعي. صراحة دائما في جميع الأنشطة التي قدمناها كان شريك أساسي. سوف أمر على الأنشطة التي قدمناها بسرعة في فترة وجيزة بمساعدة الجميع. كان النشاط الأول في مجموعة مدارس أكوينز مسابقة ثقافية ومسابقة في الإملاء باللغة العربية والفرنسية، وعرفت التتويج لتلاميذ. وأستحضر هنا لأهنئ تلميذ يوسف أيتسوس الذي احتل المرتبة الثانية في مسابقة الثقافة واللغات على مستوى ورزازات. بعده كما لا تفوتني الفرصة مشاركة الفعالة لمجموعة مدارس تمعروفت في مهرجان صوتيات وفي الفيلم التربوي. صراحة ما من نشاط يكون على مستوى ورزازات إلا وإزناغ حاضرة بمؤسسة أو بمؤسستين، وهذا شرف لنا ولأطرنا التربوية التي تعتبر شريكة.